كيفية الدخول للفصول الافتراضية في نظام إدارة التعلم Blackboard. توفر الفصول الافتراضية العديد من الأدوات والخدمات المساعدة أثناء المحاضرات الإلكترونية عبر نظام إدارة التعلم Blackboard. يمكنك الوصول إلى الفصل الافتراضي الخاص بأي مقرر عن طريق الخطوات التالية: قم باختيار إحدى المقررات من قائمة المقررات في الصفحة الرئيسية. ستظهر صفحة المقرر، ومن ثم يتم اختيار الأدوات من محتويات قائمة المقرر الرئيسية يمين الشاشة. عند فتح الصفحة الخاصة بأدوات المقرر، قم باختيار Blackboard Calibrate Ultra للدخول إلى الفصل الافتراضي، وحينئذ تظهر صفحة الفصول الافتراضية المتاحة الخاصة بالمقرر. يمكنك اختيار الفصل المتاح، ومن ثم الضغط على الانضمام إلى الجلسة للانضمام لها. بالضغط على Open Calibrate Panel يمكنك التواصل مع الأستاذ والطلاب الآخرين كتابياً يمين الشاشة. كما يمكنك أيضاً التواصل عن طريق الصوت أو الصورة من خلال الأيقونات أسفل الشاشة. للخروج النهائي من الفصل الافتراضي، قم بفتح القائمة يسار الشاشة من خلال الضغط على Open Session Menu، ثم الضغط على Leave Session أسفل يسار الشاشة ليطلب منك تقييم أداء الصورة والصوت أثناء الجلسة، ومن ثم الخروج النهائي من الجلسة.